يعطيكم العافية طلاب الأول علمي. نستذكر ما أخذناه في الدرس الماضي، وكان عن موارد الطاقة ومفهوم الموارد الطبيعية. وتكلمنا على أن الموارد الطبيعية هي ما تتضمن أي مادة في داخل غلف الأرض الأربعة. قد تكون هذه المواد هي مواد متجددة، ممكن أن تكون مواد غير متجددة. هذه الموارد المتجددة لا تنضب إذا استغلها الإنسان بأسلوب معتدل بعيدا عن الإسراف. أما الموارد الغير متجددة هي الموارد القابلة للنضوب، والتي يؤخذ منها لا يعوض بسرعة، لأن معدل تجددها يستغرق أزمانا تصل إلى ملايين السنين. أما بالنسبة إلى موارد الطاقة في الأرض، فنحن نعلم جميعا أن الشمس هي مصدر الطاقة المتجددة والنظيفة الموجودة لدينا على سطح الكرة الأرضية، وهي الأساسية في حياة الإنسان والكائنات الحية منذ نشأة أي شيء أو أي كائن حي على سطح الأرض. وليس كذلك فقط للكائنات الحية، أيضا للمواد الأخرى، فهي المسبب الرئيسي في تجدد هاي المواد وتجدد هاي الموارد على سطح الأرض. أما مصدر هذه الطاقة الموجودة في داخل الشمس، فهو ناتج عن سلسلة من التفاعلات الاندماج النووي التي بتحدث في مركز الشمس نتيجة ارتفاع الضغط ودرجات الحرارة من ثقل الطبقات العلوية على باطن الشمس. عزيزي الطالب، اليوم سنتعرف في درسنا عن الوقود الأحفوري. كما ذكرنا سابقا، الشمس كانت ولا زالت هي مصدر الطاقة الأساسي على سطح الكرة الأرضية. فهل نحن على سطح الكرة الأرضية نعتمد بشكل تام على الشمس كمصدر طاقة أساسي للقيام بالأعمال المختلفة وتشغيل الآلات والمصانع والسيارات؟ الجواب لا. نحن لا نعتمد بشكل أساسي على طاقة الشمس، لكن طاقة الشمس هي الأساسية لحياة الكائنات الحية على سطح الأرض. لكن الكثير من الوقود اللي احنا بنستخدمه في مصانعنا، في سياراتنا، في بيوتنا، هو شكل من أشكال الطاقة المختلفة التي لا دخل الشمس فيها، لكن كانت الشمس هي الأساس في تكوينها. من أهم هاي المصادر هي الوقود الأحفوري. أخذنا سابقا أن الوقود الأحفوري موجود على شكل فحم حجري ونفط وغاز طبيعي، ينتج من تجمع المواد العضوية عبر العصور الجيولوجية، وبشكل مصدر من مصادر الطاقة اللي بتحرك وما زالت بتحرك التطور الصناعي والتكنولوجي للبشرية. بتواجد الوقود الأحفوري على شكلين أساسيين، إما أن تكون عبارة عن مواد هيدروكربونية صلبة أو مواد هيدروكربونية سائلة. سنبدأ في المواد الهيدروكربونية الصلبة، واللي بشكل أهم منها هي الفحم الحجري. الفحم الحجري بشكل 92% من احتياط الوقود الأحفوري العالمي، وبتكون من بقايا نباتات. طبعا هي تعتبر النباتات السرخسية اللي بتعيش على أطراف المستنقعات والبحيرات. يوم من الأيام بتموت هاي الكائنات الحية وهاي النباتات، بتسقط في داخل المستنقعات أو في داخل البحيرات العميقة، تدفن بعد موتها مباشرة، فتمنع عنها أشعة الشمس، فلا يحدث التحلل بواسطة الأكسجين، فتتحلل في بيئة خالية من الأكسجين. فوجود الكربون هو المصدر الأساسي لتكوين الوقود الأحفوري المختلف. بالطبع الفحم ما بتشكل بسرعة فقط يلزم وجود الكربون، يلزم وجود الكربون للبدء بتشكيل الفحم الحجري، إذ يمر الفحم الحجري بمراحل عدة حتى نحصل على المادة الصلبة اللي هي عبارة عن الفحم الحجري نستخدمه في استخراج الوقود الأحفوري المختلف. ممكن يخطر على بالنا، هل الفحم المستخدم في عمليات الشواء هل هو متشابه تماما مع الفحم الحجري؟ الجواب بالطبع لا. الفحم الحجري اللي احنا بنستخدمه لأغراض الشواء هو فحم أصله نباتي من جذوع الأشجار المحترقة اللي تتعرض لعملية التفحم حتى احنا نستخدمها في أغراض الشواء. أما الفحم الحجري اللي احنا بنحكي له يحتاج إلى ملايين السنين حتى إنه يتكون، وبيحتاج تكون إلى بيئة غير مؤكسدة.
رسائل الطلبة فيكم تتابعوا معنا عن المادة في الكتاب في صفحة 145 عن الوقود الأحفوري. ننتقل الآن إلى أحد الأنواع الأخرى من أنواع الوقود الأحفوري، وهو الصخر الزيتي. يطلق على الصخور الرسوبية التي تحتوي حبيبات صلبة ناعمة ذات لون أسود إلى بني، وتتكون من مادة معدنية، وتحتوي نسبة مرتفعة من مادة عضوية تسمى بالكيروجين. وهذه المادة عادة تكون غير ناضجة لأنها لم تتعرض إلى عوامل الضغط والحرارة تتحول إلى نفط بمادة الصخر الزيتي. فالصخر الزيتي هو مرحلة سابقة إلى تكون النفط اللي إحنا بنعرفه. هاي الصخور بتكون رائحتها شبيهة جدا برائحة النفط، يمكن إشعالها، مجرد يعني تعريضها لأي مصدر حرارة ممكن إنها تحترق. عشان نبسط الموضوع بشكل أكبر من هيك، يمكن القول إنه الصخر الزيتي هو عبارة عن نفط خام غير مكتمل التكوين بعد مروره بكافة عمليات التكون ما عدا المرحلة والعملية الأخيرة اللي هي بتحوله إلى الحالة السائلة. هون بيجي دور الشركات المتخصصة مثل شركة انفنت اللي بتستخدم التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة لتسريع هذه العملية اللي بتاخد في الطبيعة وقت طويل جدا، مثل إلى ملايين السنين. هنا في الكتاب في صفحة 146 موضح لنا شكل الطبقات من الصخر الزيتي، كيف تتواجد في الطبيعة وكيف تكون متكشفة، تكون على شكل طبقات مندسة سماكتها كبيرة يمكن استخراجها بسهولة عن طريق عمليات التنجيم والتنقيب الموجودة منتشرة عندنا في مناطق كثيرة في المملكة. والآن فلنشاهد هذا التقرير عن مادة الصخر الزيتي. الصخر الزيتي في الأردن استقطب أكبر مشروع في العالم لإنتاج الطاقة من الحرق المباشر، ويحتضن أضخم محطات الكهرباء في العالم. إنها المرة الأولى التي تبدأ فيها صناعة النفط في الأردن، وجعل هذه الصناعة على مستوى تجاري. هو المشروع الذي سيوجد أكثر من 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للأردنيين. الاستثمار في المشروع وصل إلى ملياري دولار، وبتمويل من شركات عالمية صينية وماليزية واستونية. يكفي بحسب الخبراء في المشروع لإتمام الاتفاق المبرم بين الحكومة والشركة لمدة 40 عاما قابلة للتجديد. حصلت الشركة على الإغلاق المالي أو حققت الإغلاق المالي في شهر آذار عام 2017، وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 2,100,000,000 دولار أمريكي. هذا التمويل هو كافي لإنشاء المشروع وتشغيله طيلة فترة الاتفاقية مع الحكومة، وهي 30 عام. نسبة الإنجاز الحالية للمشروع هي 60%. وبحسب مهندسي المشروع للمملكة، سيتم ربط محطة توليد الطاقة بشبكة الكهرباء الوطنية في منتصف العام المقبل بطاقة كهربائية تصل إلى 470 ميجا وات، تشكل ما نسبته 15% من حاجة المملكة من الكهرباء. وإنتاج هذه الكمية يحتاج إلى حرق نحو 10 ملايين طن سنويا من الصخر الزيتي، في وقت يقدر احتياطي المملكة من الصخر الزيتي ب70 مليار طن، توجد في حوالي 60% من مساحة الأردن. فوائد مخزون الصخر الزيتي في الأردن كثيرة، وهذا المخزون لديه القدرة على تحويل اقتصاد البلاد من الاعتماد على الدعم الإقليمي والدولي إلى توفير أمن واستقلال الطاقة في المملكة ولأول مرة في تاريخها. الصخر الزيتي في الأردن استقطب أكبر مشروع في العالم لإنتاج الطاقة من الحرق المباشر، ويحتضن أضخم محطات الكهرباء في العالم. إنها المرة الأولى التي تبدأ فيها صناعة النفط في الأردن، وجعل هذه الصناعة على مستوى تجاري. وهو المشروع الذي سيوجد أكثر من 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للأردنيين. الاستثمار في المشروع وصل إلى ملياري دولار، وبتمويل من شركات عالمية صينية وماليزية واستونية. يكفي بحسب الخبراء في المشروع لإتمام الاتفاق المبرم بين الحكومة والشركة لمدة 40 عاما قابلة للتجديد. حصلت الشركة على الإغلاق المالي أو حققت الإغلاق المالي في شهر آذار عام 2017، وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 2,100,000,000 دولار أمريكي. هذا التمويل هو كافي لإنشاء المشروع
وتشغيله طيلة فترة الاتفاقية مع الحكومة وهي 30 عام. نسبة الإنجاز الحالية للمشروع هي 60%. وبحسب مهندسي المشروع للمملكة سيتم ربط محطة توليد الطاقة بشبكة الكهرباء الوطنية في منتصف العام المقبل بطاقة كهربائية تصل إلى 470 ميجا واط، تشكل ما نسبته 15% من حاجة المملكة من الكهرباء. وإنتاج هذه الكمية يحتاج إلى حرق نحو 10 ملايين طن سنويا من الصخر الزيتي، في وقت يقدر احتياطي المملكة من الصخر الزيتي بسبعين مليار طن، توجد في حوالي 60% من مساحة الأردن. فوائد مخزون الصخر الزيتي في الأردن كثيرة، وهذا المخزون لديه القدرة على تحويل اقتصاد البلاد من الاعتماد على الدعم الإقليمي والدولي إلى توفير أمن واستقلال الطاقة في المملكة ولأول مرة في تاريخها. أما لثالث أنواع الوقود الأحفوري وهو ما يسمى برمل القار. رمل القار هو عبارة عن رمال نفطية ثقيلة تتكون من حبيبات من الرمل محاطة بمادة سوداء عالية اللزوجة، يمكن تحويلها إلى زيت أو غاز، ومن صفاته أنه شديد الالتصاق وطارد للماء، لذلك يعد من المواد التي لا يمكن استغلالها تجاريا بطرق تقليدية، ويصعب عملية استخراجها واستخلاصها بسبب اللزوجة العالية. تحتوي بعض الرمال على مواد هيدروكربونية صلبة تشبه الإسفلت أو القار، تسمى بالبيتومين، ويسمى الصخر الرملي الحاوي على هذه المادة بمادة رمل القار. وتشير الدراسات الحديثة لأن مادة البيتومين هذه يمكن أن تكون في طبيعتها بقايا نفط مهاجر إلى أعلى عملت بكتيريا التربة على تخليصه من محتوياته الغازية، غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى الماء. ويمثل رمل القار بالنسبة لتكون النفط مرحلة ما قبل النضوج أو بعده. فلنشاهد التقرير التالي. Black gold. They're drilling for it, processing it, and shipping it out as fast as they can through thousands of miles of pipeline. But this crude isn't from offshore wells. It's from the remote oil sands of Alberta. So remote, in fact, getting there to see it firsthand means landing on a private airstrip feels like the middle of nowhere. And even after landing, it's another 45 minutes by bus. In a television exclusive, Oklahoma-based Devon Energy granted CNBC unprecedented access to its oil sands project called Jackfish. It's beneath this isolated property that lays a massive reserve of thick oil, sand, and water, a combination officially called bitumen, more commonly called oil sand. What's the capacity for this facility? The capacity of this facility is 35,000 barrels a day. Cal Watson is Devon's general manager of thermal heavy oil. 15 years ago, we weren't getting any oil from the oil sands, right? What's happened? So what's changed is technology has changed. There is so much oil sand in Canada, it is second only to Saudi Arabia in proven reserves, 170 billion barrels. It's a lot closer to the United States and a part of the world much friendlier to the U.S. However, only 20% of the oil sand sits close enough to the surface for easy extraction. In the past, mines were used to extract the bitumen that was close to surface. But 80% of the resource is far below the ground and not mineable. Accessing the remaining 80% is a technological feat. Devon uses SAGD, or steam-assisted gravity drainage. That's a fancy way to say they use natural gas to create an enormous amount of extremely hot steam, and they pump it deep underground. The steam loosens the thick oil from the sand and makes it far more liquid. The oil then travels back up to the surface. When it comes to the plant's physical infrastructure, the steam-making facilities are actually much bigger than the oil production facilities. The oil that we produce in here is bitumen. Bitumen is very viscous, so we have to use the steam to heat it up in order for it to flow. Otherwise, it won't flow to surface. It's almost like melting it, no? And make it more liquid. It's exactly like melting. Or you need a lot of steam. A lot of oil. إذا كما شاهدنا، فرمل القار من المواد الهيدروكربونية الصلبة المهمة جدا،
والتي تشد أنظار العالم والباحثين والمنقبين على استخراج هاي المادة، نظرا لوجود كميات كبيرة منها يمكن استخراجها بشكل سهل إذا كانت على سطح الأرض قريبة من السطح، لكن تواجهون صعوبة في استخراج إذا كانت بعيدة عن سطح الأرض. هنا الخريطة الموجودة عندنا في صفحة 147 تبين توزع كل من النفط وصخر الزيتي ورمل القار. نلاحظ أن الأردن يتواجد بها كميات كبيرة من الصخر الزيتي، توزع في المناطق الوسطى والغربية من المملكة الأردنية الهاشمية، ووجود كميات قليلة قريبة من حوض البحر الميت من رمل القار. أعزائي الطلبة، نكون إلى هنا قد انتهينا من درس أنواع الوقود الأحفوري الصلب.